هنا عندنا الـ TB والـ KC والـ KD والـ TE. تعالى نبدأ أول حاجة خالص بالـ SES داش ده. طب الـ SES داش ده كنت بحسبه إزاي؟ قلنا إن إحنا في حالة الستيل بقول إن إحنا عندنا 58% من الـ SE داش. والـ SE داش في الستيل تيجي داخل على القانونات دول على طول. شوف الـ S أكتر اللي عندك كام؟ 440 ميجا باسكال. لسه أصغر من 1400 صح؟ يبقى في الحاله دي اقول يبقى ده 58% والاس اي داش اشتغل بنص الاس التيميت المفروض ان احنا هنا عندنا نص في ال 440 يبقى انا جبت الاس اي اس داش. كانت المشكله؟ طيب تعالى بعد كده نروح نحسب الكي اي بقى اللي هو السيرفيس فينش فاكتور. المساله دي كان بيقول لك ان احنا عندنا الجروف ماشين انتو اكزاكتلي عمليه ماشين دي. والستيل كولد درون هما حاجه واحده ماشين ده او كولد درون هتلاقي البارامترز بتاعتهم ثابته. فانا هقول احنا العمليه اللي عندنا دي المفروض ان هي ماشين. فانا هاجي داخل للجدول مطلع قيمه الاي وقيمه البي في الحاله دي. بص كده في التيبل بص للحاله بتاعت الكي اي والكي بي. بص في الكي اي في الكي اي المفروض ان انت هتروح اول حاجه عند ماشين هتلاقي الاسم ب 451 والبي بسالب 0.265. تعالى نعوض في الايكويشن اللي فوق. يبقى انا لما اعوض هنا المفروض ان انا اقول ان الكي اي ده المفروض ان هو 451 والاس اكتر في المساله 440 ميجا باسكال يبقى ده 440 والبي المفروض ان هو كام؟ نيجاتيف 0.265. يبقى انا كده طلعت قيمه الكي اي. ده يا جماعه كده في مشكله؟ ها كده احنا جبنا القيمه بتاعت الكي اي. نفضل بعد كده ان احنا عاوزين نطلع القيمه بتاعت الكي بي. الكي بي في المساله دي هتطلع بواحد ولا ليها رقم؟ ليها رقم عشان احنا تورشن واحد ده في حاله الايه؟ الاكس. طيب بص لي على الجدول بتاع الكي بي كده اللي هو السايز فاكتور هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان انت عندك دلوقتي في معدلتين فوق المعدل على حسب الديامتر. طب انا هشتغل على الديامتر كام؟ هشتغل على 20. طب ال 20 في اهم معادله اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق. فانا هاجي جاي اي يبقى الكي بي ده المفروض ان هو بيساوي 1 24 بقيمه الدامتر اللي هو ب 20 الحته اللي انا واقف عندها وبصمم عندها والباور هنا اللي هو نيجاتيف 0.107. يبقى انت كده طلعت قيمه الكي بي اللي عندك في المساله. كان لك مشكله؟ ها؟ طيب نيجي بعد كده للريلابيلتي فاكتور اللي هو الكي سي. المفروض ان هو قال لك في المساله هشتغل ريلابيلتي كامل 95%. خش في الجدول هتلاقي عندي 95 ريلابيلتي طلعت الكي سي طلع بكام؟ طلع 0.868 صح كده؟ يبقى ده كده هو الكي سي. تعالى بقى نروح للمشكله اللي عندنا اللي هي مين؟ الكي دي. الكي دي ده عشان تحسبه المفروض ان انت هتلاقي في السلايد هو مقلوب حاجه اسمها الكي اف ماشي. فالكي اف ده مقلوب الكي دي وهتلاقي ان انت عندك قانون بعد كده اللي هو 1 على 1 زائد كيو مضروب في الكي دي ناقص 1. يبقى ده كده اللي هو الكي دي اللي عندك. يبقى معنى كده ان انت عشان تحسب الكي دي محتاج 2 فاكتورز، محتاج الكيو ومحتاج الكي دي. طب دول هنحسبهم ازاي؟ لو قبل ما اقول لك تحسبهم ازاي خلي بالك هنا من التريكات دي في الامتحانات اللي هي ايه؟ لو هتلاقيها برضه موجوده في المسائل بتاع التشريح. الكي دي ده اسمه ستريس كونسنتريشن فاكتور والكي تي برضه ستريس كونسنتريشن فاكتور. بس الكي تي اكبر من واحد والكي تي اصغر من واحد. يبقى لو جت المساله وداك ستريس كونسنتريشن فاكتور ورقم اكبر من الواحد يبقى هو اصغر كي تي ده هنا. لكن لو داك ستريس كونسنتريشن فاكتور اقل من واحد يبقى اصغر كي تي كلها على بعضها. طيب يبقى انا خلاص عشان اجيب الكي دي محتاج اجيب الكيو ومحتاج اجيب الكي تي. تعال الاول نشوف الحسبه بتاعت الكي تي دي تيجي ازاي. عشان تطلع الكي تي هتلاقي عندك مجموعه من التشارتس الكتيره والتشارتس دي كل تشارت واخد رسمه معينه. يعني في التشارتس في الاول كده هتلاقي ان هو راسم لك ان انت عندك شرط مثلا بالمنظر ده وفي كول تمام وفي مسائل مثلا حاطط لك فيه اثنين فورس يبقى دي المساله تبقى واخده الشكل ده وعليها اكسيا وممكن تلاقي نفس الرسمه عليها ام يبقى عليها بندج وعليها تي يبقى عليها كول. فانت لما تيجي تحل المساله بتاعت الكي تي ايه المطلوب منك؟ تطلع الرسمه اللي عندك في المساله صح وتطلع نوع الاستريس صح. يعني مثلا على سبيل المثال الرسمه بتاعت الجروف اللي هي اللي احنا بنحلها دي
لو انت قلبت شوية هتلاقي عندك ثلاث رسومات واخدين شكل الجروب. واحدة فيهم بيأثر بفورس ودي تستخدمها لو كان الاستريس اكسل لون. واحدة فيها ام يبقى دي تشتغل بيها لو كان بالنك. وواحدة فيها تور يبقى دي تشتغل بيها لو كان تورش. يبقى انا هشتغل هنا بالجراف اللي هو ناحية الايه؟ ناحية اليمين. تمام؟ وصلتوا دي في السلايدز ولا لا؟ ايوه. تمام كده؟ طيب. لو احنا جينا بقى نبص هنا هتلاقي ان هم مسمي لك القطر الكبير دي كابيتال والقطر الصغير دي سمول والريديوس ده اسمه ار. وهو على الرسمه مسمي لك الدايمنشن. فانت هنا مش محتاج تحفظ حاجات يعني. هو هنا كاتب لك رسمه وحاطط لك شويه دايمنشن وعرفناه. لو جيت تبص هنا هتلاقي شكل الجراف ده المفروض ان هو عامل ازاي. على المحور الافقي هتلاقي كاتب لك ار على دي. يبقى المحور الافقي ده ار على دي. وبعدين هنا المفروض ان هو رسم لك شويه كيرفات كده او ثلاث كيرفات بالمنظر ده. كل كيرف منهم كاتب لك الدي كابيتال على الدي سمول. يبقى المفروض الكيرف الاولاني الدي كابيتال على الدي سمول 1.3. الثاني ده المفروض ان هو 1.5. الثالث ده المفروض ان هو 1.2. تمام؟ طيب ازاي تشتغل بالكيرف ده؟ والراس طبعا ده اللي هو الكي تي ده اللي احنا عاوزين نحسبه. طيب ازاي تحسب الجراف ده او ازاي تشتغل بيه؟ انت دلوقتي المفروض ان انت عندك في المساله الدي كابيتال بكام؟ 25 والدي سمول بكام؟ 20 والريديوس بكام؟ ب 2.5. يبقى انت هتحسب اول حاجه الترم اللي هو الار على الدي. احسب ايه؟ الار على الدي بيساوي كام؟ يبقى انت هتقسم ال 2.5 دي مقسومه على كام؟ مقسومه على 20. وهتحسب الدي كابيتال على الدي سمول. والدي كابيتال على الدي سمول يعني احنا عندنا 25 على كام؟ على 20. ماشي؟ طيب بعد كده مثلا الار على الدي طلعت مثلا 0.125. يبقى انت هتيجي على محور الار دي كده عند 0.125 وتيجي طالع بخط راس. طب الكيرفات دي عليها ارقام والرقم اللي انا طلعته مثلا هنا ده تقريبا هيطلع 1.25. فده كده المفروض يطلع 1.25. فواحد وربع ده مش موجود في الكيرفات اللي عندي. اعمل انترفليشن ان بتوين بينهم يعني. يعني عندك ده كيرف 1.3 وده كيرف 1.5. يبقى خلاص يبقى احنا ممكن نقول ان واحد وربع ده مثلا هيكون كيرف اهو. حاجه بتوازيهم كده ايه؟ تقريب يعني حاجه تقريبيه. واطلع من النقطه بتاعت الار على الدي خط راسي لحد ما اطلع الكيرف ده وامشي كده يبقى الرقم اللي هنا هو قيمه الدي تي اللي انا هعرف كده. ماشي يا جماعه كده في مشكله؟ يبقى ده اللي هو ازاي تستخدم الكيرفات دي كلها، كل الكيرفات دي واخده نفس الفكره بالظبط. ان انت بتحدد شكل المساله ونوع الاستريس تطلع الكيرف الصح هتلاقي محور افقي وحبه كيرفات وعليها شويه دايمنشن عوض بارقامك اللي في المساله واطلع وخدت رقم الكيس. فكده القصه كلها ايه؟ القصه كلها واحده يعني مش محتاج ان احنا نقعد نشرح كل ايه؟ كل كيرف لوحده. طيب بعد كده المفروض ان احنا عاوزين نحسب مين؟ الكيو. طيب انا عشان احسب الكيو، الكيو ده اللي هو النوتش سنسيتيفيتي المفروض ان هم بيجي من الكيرفين بعد كده اللي هم الكيرفين بتوع النوتش سنسيتيفيتي دول. الفرق بين الكيرفين دول الكيرف اللي فوق بشتغل بيه في حاله النورمال ستريس والكيرف اللي تحت بشتغل بيه في حاله الشير. فانا المساله بتاعتي المفروض هي نورمال ولا شير؟ شير. يبقى انا هشتغل بالكيرف اللي ايه؟ الكيرف اللي تحت. طيب الكيرف اللي تحت ايه التفاصيل بتاعته؟ عشان تكون برضه فاهم الدنيا ماشيه ازاي. اولا هتلاقي في ارقام تحت وارقام فوق، الارقام اللي تحت سيبك منها لان هي موجوده في وحده الانتي. والارقام اللي فوق نفس الارقام اللي تحت بس متحوله للملي. فانا طبعا هشتغل فوق، يبقى ده كده اللي هو الار وحده الملي متر. والمحور الراسي ده اللي هو الكيو. في الرسمه اللي احنا بنتكلم فيها تحت بتاعت الشير هتلاقي ان انت عندك ثلاث كيرفات، واحد جاي كده، واحد جاي كده، واحد جاي كده. اللي تحت خالص ده هيتلاقي كاتب لك عليه المونيوم، يبقى ده لو نوع الماتيريال المونيوم. والاثنين اللي هو دول اول اثنين فوق دول كده الستيل، واحنا الماتيريال بتاعتنا في المساله كانت ستيل فاشتغل فوق. الفرق بينهم ان الكيرف الاولاني فوق البرينل هاردنس نمبر اكبر من 200 واللي تحتيه البرينل هاردنس نمبر اقل من 200. وعشان كده كنا احنا محتاجين البرينل هاردنس نمبر فوق اللي هو 129. 129 يعني اقل من 200. بالتالي يبقى انت المفروض معاك الار وتنزل للشارت الثاني او الكيرف الثاني وتطلع قيمه الكيو. طب قيمه الار بعوض بيها ازاي في المسائل؟ لو انا مثلا المساله بتاعتي شارت وفي هول، الار ده المفروض ان هو يطلع كام؟ الدي على 2 يعني نص قطر الهول اللي عندي.
ولو المساله بتاعتك كان فيها ستيت شافت طبعا الستيت شافت ما ينفعش يعمله يخلي الحته دي شورت كورنر لازم يعمل في الحته دي ايه؟ فيلم صح؟ والا الستريس كونسنتريشن يكون عالي فانت بالنسبه لك الار بتاع الفيلم هو ده اللي تدخل بيه الشارت ده ولو عندك مساله فيها جروف زي ما قلت لك ما ينفعش لما يخلص الجروف يجي عنده شارت كورنر برضه لازم يعمل ايه؟ فيلم فالريديس ده هو المقصود الريديس بتاع الفيلم يبقى الثلاث حالات اللي هتلاقيهم موجودين في المسائل كده او كده او كده عرفت الار اللي انت تدخل بيها في المعادله دي بتجيبها ازاي؟ هنا دي على الاثنين هنا الريديس بتاع الفيلت وهنا الريديس بتاع الفيلت. طيب فالريديس بتاع الفيلت المفروض 2.5 فانا هاجي عند الار اللي فوق دي ب 2.5 وانزل بخط كده لحد مقطع الكيرف الثاني عشان ده بريد الهاردنس نمبر اقل من 200 واجي ماشي كده يبقى انا كده طلعت قيمه الكيو. صعبه دي؟ طبعا المشكله في الحته دي ان هي تقريبيه يعني كل واحد ايه كل واحد وعينه يعني الارقام هتلاقي ايه هتلاقي مختلفه وذلك النواتج في الاخر بتختلف يعني بتبعد عن بعض شويه. طيب فانت هنا لو جيت تعوض يبقى انت بقى معاك الكيو معاك الكي تي صح؟ طيب اديك فعشان كده المسائل دي لو هتيجي في اكس كيو مثلا لازم يديك ارقام ايه تبقى قاطعه على خط مستقيم يعني قاطعه على رقم صحيح كده يعني لو سيبناها بقى للعين يبقى تلاقي الدنيا ايه هتهرب يعني كل واحد هيجيب حاجه غير الثانيه تمام. طيب كده فاحنا جبنا الايه جبنا الكي تي جبنا الكيو عوضت المعادله دي عرفنا نحسب الكي تي. هل فيها مشكله يا جماعه؟ دي فيها مشكله؟ اوكي فاول مطلوب كان هو بيقول لي درجه الحراره عاديه يبقى انت بالنسبه لك الكي اي دي المفروض تطلع بكام يا جماعه؟ بواحد. المطلوب الاول الروم تمبريتشر الكي اي المفروض انها تكون بواحد فمعنى ان الكي اي دي المفروض انها بواحد خلاص فانت كده جبت كل الحاجات بتاعت الاس اي تعوض في المساله فانت طلعت قيمه مين؟ الاس اي اللي عندك عوض في المساله طلعت القيمه بتاعت الاس اي. طيب هنا احنا كنا عايزين نعمل ايه في المساله؟ كنا عايزين نجيب اللايف فانا عشان اجيب اللايف تمام في الحاله بتاعت الشير ستريس هشتغل بالايكويشن دي التاو امبليتيود جبتها لك خلاص اللي هو الترم ده والاس اي خلاص جبناها اتعوض بقى بكل الارقام دي كده يبقى انت كده طلعت القيمه بتاعت الاس اي كده تعرف تحسب مين؟ الفاكتور سيفتي. تيجي تحسب الفاكتور سيفتي هنا هيطلع مثلا 8/10 يعني اصغر من الواحد. طيب معنى كده ان معدل جودمان مش بيتحقق يبقى انت مش في المنطقه الثالثه انت في المنطقه الايه؟ الثانيه. طيب ما ينفعش تقف على المساله على كده بقى يبقى انت لازم تروح للمعادله دي تاني وتحسب ال n بقى بكام. فعشان اروح للمعادله دي ال s f دي هحطها بقيمه مين؟ التاو لا احنا المساله شير يبقى دي هحطها بقيمه التاو امبليتيود اللي هو الرقم ده كده تمام؟ طب هل هو كان مديني فاكتور اوف سيفتي في المساله؟ لا محدش طبعا اشتغل بالفاكتور اوف سيفتي اللي جابه من جودمان ولا حاجه. يبقى انا ال s f المفروض ان هي قيمه التاو امبليتيود والاي والبي هنعرف نجيبهم لان انت معاك الاس التمت والاس اي دي اللي احنا لسه حاسبينها اللي هي دي تمام. يبقى الاي والبي دول ثوابت المفروض ان هم معانا عوض بالاس اف وعوض بالاي وعوض بالبي فتعرف تجيب مين؟ اللايف. الكلام ده في مشكله؟ هبعت لكم الحل بتاعها الارقام برضه يعني دي ما فيهاش مشكله بس انتوا معانا في الخطوات ولا ايه؟ ايوه يبقى انا خلاص كان طالب مني لايف رحت الاول لجودمان وبعد ما جودمان جبت الفاكتور سيفتي طلع الفاكتور سيفتي اصغر من واحد يبقى انا رحت للريجون الثانيه اروح للريجون الثانيه اشتغل بالمعادله دي والاس اف عوضت عنها والاي والبي وجبت ال ماشي يا طيب المطلوب اللي بعد كده بيقول لك طب لو درجه الحراره خليتها 450 اللايف يبقى بكام؟ هو ايه اللي يتغير لو غير درجه الحراره؟ الكي اي بس يبقى انت لو غيرت درجه الحراره الكي اي دي هتتغير والكي اي لما تتغير طبيعي مين يتغير؟ الاس اي الاس اي هتلاقي الاس اي صغرت اكتر ومعنى انها صغرت اكتر يعني الجودما ما بقتش بتتحقق بقى اكتر يعني الفاكتور سيفت بتاع جودمان هيطلع اقل كمان تمام. طيب في الحاله دي هتكون ان انت عندك الايه هتروح بعد كده للمعادله دي مره ثانيه وتطلع قيمه ثانيه للان طبعا الان في الكيس الثاني لازم تكون اقل من الان اللي في الكيس الاول. الكلام ده في مشكله؟ طيب هناخد مساله ثانيه بسرعه كده على البنت يعني هو بيقول لك ان احنا عندنا جاب بيم كده الكروس سكشن اريا بتاعها سكوير وراح عامل لها كانتليفر يعني حولها لكانتليفر يعني ده مثلا البعد ده مثلا هنسميه بي ده هنسميه بي ماشي
طيب بعد كده بيقول ان احنا عندنا الرد ده كان 8 من 10 متر في اللون، المفروض دي كانت 8 من 10 متر. سبورت كومبليتلي ريفرسنج ترانسفورت لود عند الاذر اند موجب سالب 1 كيلو نيوتن. الترانسفورت لود ده معناه ان هو عند الفري اند ده هيبقى في فورس بتعمل كده بتاثر كده، والفورس دي المفروض انها تتغير من موجب 1 الى سالب 1 كيلو نيوتن، اللي هو لو كان قال لك كومبليتلي ريفرسنج يعني. فيقول لك ان الماتيريال اسمها AISI 1045 هوت رود سكيب، دي طبعا عشان نخش التيبل ونطلع الخصائص، فالخصائص هيطلع ان الاس التمت ب 570 ميجا اسكال، ويطلع ان احنا عندنا الاس ييلد دي ب 310 ميجا اسكال. طيب هنا بيقول ان الرد ده ماست سبورت لود فور 10^4 سايكل. طبعا نوع الستيل هنا هوت رود او النوع الماتيريال المفروض هوت رود. يقول لك ان المفروض احنا عايزين نصمم او التارجت من التصميم ان ده يعيش عمر 10^4، يبقى ان ده المفروض 10^4 سايكل. هو طالما مديك في المساله اللايف يبقى هو كده ايه؟ كده مفيش شيب ومفيش اي حاجه، يبقى انت هتروح على الريجون دي على طول. فمعنى ان احنا 10^4 يعني في الريجون الكام؟ الثاني. يبقى انا هحل بالمعدل اللي هي الاس اف في الان تو باور اي يساوي 10^4. بيقول لك وذا فيكتور اوف سيفتي ب 1.5. طب انا هنا الان ب 10^4 ومديني فيكتور اوف سيفتي 1.5. طب وانا في الريجن الثاني الفيكتور اوف سيفتي لو مديني فيكتور اوف سيفتي بستخدمه في ايه؟ في المعادله بتاعت الاس اف. لما تيجي في الاس اف المفروض ان انت تكون سيجما ماكسيمم في الفيكتور اوف سيفتي، هو ده ال 1.5 اللي هيكون مديهولك. بيقول لك وات دايمنشن شوت ذا سكوير كروس سكشن هاف، يعني عاوز احسب البي دي المفروض تكون بكام؟ نجلكت اني ستريس كونسنتريشن. ولما يقول لك نجلكت الستريس كونسنتريشن يبقى البي دي دي المفروض تكون بكام؟ واحد. وهنا المفروض ان احنا عندنا الريلابيلتي المفروض ان هي 50%، يبقى دي 50% ريلابيلتي، والمطلوب مننا ان احنا نحسب البي المفروض تكون بكام. طيب ما تيجي تبدا تفكر في المساله، ايه نوع الاستريس اللي موجود هنا في المساله؟ بندنج. صح، المفروض ان احنا بندنج، فانا هاجي جاي هنا كاتب القانون بتاع البندنج. يبقى المفروض ان احنا عندنا السيجما دي هي عباره عن الام في الواي على الباي. فالشكل اللي قدامك ده المفروض ان هو عباره عن الكاميرا. انا هسمي الفورس دي اف وهسمي البعد ده اسمه ان. لما يكون عندك كات ليفر بيأثر عليها فورس، الام ماكسيموم بيحصل فين؟ عند الفيكسد ان. عند الفيكسد ان، وقيمته بتكون كام؟ الاف في ان، صح كده؟ يبقى انت بالنسبه لك لما يكون مساله كاميرا زي دي الفورس هتتنيها هيحصل بندنج. فتكتب قانون البندنج وتشيل الام دي وتكتب القيمه بتاعت الام ماكسيموم اللي انت جبتها من البندنج مومنت دايجرام اللي هي في الحاله دي اف في ال. ال طبعا 8/10 متر، والفورس دي متغيره كومبليت ريفرس. طيب عشان تجيب الواي والاي في مسائل البندنج لازم ترسم مين؟ نيوترال اكسس. نيوترال اكسس في الحاله دي بتسال الفورس اللي اتأثر طلع اللي انت شايفه ده هيكون عمودي على النيوترال اكسس او ده اللي بيتكعب. يبقى ده كده المفروض النيوترال اكسس يكون مرسوم كده. هنا طبعا مش فارقه لان ده بي وده بي، بس لو هنا كانت البعدين مختلفين كانت هتفرق طبعا. فلو ده هنا النيوترال اكسس الواي ابعد نقطه خالص عن النيوترال اكسس المفروض تطلع بكام؟ دي على 2. والاي المفروض ان هو باخد موازي عمود تكعيب على 12 فدي تطلع كام؟ الموازي اللي هو البي والعمود اللي هو البي تكعيب مقسوم على كام؟ على 12. فلما تحسب الحسبه دي كده المفروض ان السيجما في الاخر يبقى ال 12 مع ال 2 يبقى احنا عندنا كام؟ يبقى دي 6 اف ال وهنا عندنا بي ايه؟ بي تكعيب. يبقى انا طلعت قانون السيجما بالمنظر ده. ال ده اللي هو 8/10 متر والبي ده اللي احنا عاوزين نجيبه والاف ده متغير. امسك الاف المتغير ده واروح احسب الايه؟ الماكسيمم والمينيمم والمين والامبليتيود. المفروض ان هو طالما كومبليت ريفرسد فانا عرفت ان القيمه الماكسيمم هتطلع هي هي القيمه مين؟ الامبليتيود اللي هي في الحاله دي 1 كيلو نيوتن. وهيطلع القيمه المينيمم بسالب 1 كيلو نيوتن وهيطلع القيمه المين المفروض ان هي تساوي صفر. وبالتالي لما انت تاخد الاف ماكسيموم تعوض بيها هنا جبت السيجما ماكسيموم. خدت الاف امبليتيود جبت سيجما امبليتيود، خدت الاف مين جبت سيجما مين واحد، نفس القصه اللي احنا شغالين فيها. طيب المفروض ان هو هنا كان عاوز يحسب ايه؟ كان عاوز يحسب مسافه او عاوز يحسب دايمنشن. يبقى انا هعمل ايه في الدايمنشن؟ اصمم مره على الاستاتيك واصمم مره على الايه؟ الفتيك. يبقى احنا هنيجي هنا واقول ان احنا اعمل اول حاجه ديزاين بيست اون ستاتيك.
يبقى ده ديزاين على الايه؟ ديزاين على الاستاتيك. واحنا قلنا في الاول السكشن خالص لما تصمم على الاستاتيك هتشتغل على مين؟ على الماكسيموم ولا المينيموم ولا هتشتغل على ايه؟ الماكسيموم. فتكتب المعادله ان احنا عندنا السيجما ماكسيموم بتساوي الاس يلد مقسوم على الفاكتور سيجما. السيجما ماكسيموم المفروض ان هو اتعوض في القانون اللي فوق اتعوض على الاف باف ماكسيموم. تعالى نعوض، احنا المفروض ان احنا عندنا 6 والاف دي 1 كيلو نيوتن يعني 10 اس 3 والطول بتاع الاليمنت كان 8 من 10 متر، فلازم الاطوال تبقى بالملي، يبقى اضرب في الجمع 10 اس 3 مقسوم على البيتا كعيب اللي انا عايز اعرفه. الكلام ده بيساوي الاس يلد على الفاكتور سيجما. الاس يلد في المساله كانت كام؟ 310، يبقى دي كده 310. والفاكتور سيجما كان مديه لنا 1.5، يبقى هنا 1.5. يبقى في المساله دي قدرنا نحسب قيمه البي بوحده الملي. تمام؟ لما تحسب البي هنا مثلا فالمفروض ان البي دي هتطلع 28.5 ملي متر. تمام؟ وده كده تعالى نسميها رقم 1. باشمهندس معلش، طب هو اصلا محدد لي السايكلز اللي هي 10 اس 4، انا ليه كده كده ليه طب الجا للاستاتيك؟ اي تصميم بالنسبه لك لازم ان انت تشوف لازم تشتغل على الاستاتيك وتشتغل على الفتيك، لان بالنسبه لنا هنا معنى الفتيك فيلير الفتيك تيست كانت العينه بتتكسر. انا بالنسبه لي في الاستاتيك ما كنتش يعني المواد الدكتايل لما اقول لك معنى ان حصل لها فيلير هل انها اتكسرت؟ لانها دخلت في البلاستيك زون، يعني هي ممكن تكون ما اتكسرتش، يعني هي ممكن تكون العينه لسه ما اتكسرتش بس بالنسبه للاستاتيك حصل لها فيلير. تمام؟ لان انا بصمم على انها تعدي من الالاستيك للبلاستيك. تمام كده؟ طيب ده انا كده صممت على الاستاتيك، بعد كده المفروض ان احنا نعمل ديزاين بيزد على ايه؟ على الفتيك. هناك مثلا في الملخص اللي انا كاتبه لك في الاول قلت لك ان انت في الحاله دي رقم 2 روح لجودمان. ده لو ما كانش محدد لك لايف اصلا. لو مش محدد لك لايف يبقى الاحسن ان انا اشتغل في الريجن الثالث. لكن هو في المساله دي بيقول لك انا عاوزها تعيش 10 اس 4. ف 10 اس 4 خلاص يبقى احنا هنشتغل بايه؟ هنشتغل بالريجن الثاني. يبقى انا هنا الديزاين هيكون بيست على الايه؟ الديزاين هيكون بيست على الفتيك وهشتغل بالمعدل الثاني. يبقى معدل التصميم في الحاله دي تمام اللي هي عباره عن ايه؟ عن اس اف في ال ان تو باور اي، والكلام ده بيساوي 10 تو باور اي. بقى خلي بالك من حاجه، لما يطلب منك الفورس والدايمنشن، الفورس والدايمنشن ومش محدد لك لايف، يبقى انا الاحسن بالنسبه لي في التصميم ان انا اصمم على الريجن الثالثه، بالتالي اصمم مره ستاتيك والفتيك او لجودمان. هنا الوضع كان مختلف شويه، هو كان مديك لايف 10 اس 4، يبقى خلاص هو قال لك ان انت اشتغل فين؟ اشتغل في الريجن الثالثه، يبقى صمم ستاتيك ولما تروح تصمم فتيك تشتغل في المعادله اللي هي. طيب لما تيجي هنا المفروض ان احنا عندنا الاس اف ده هعوض عنه بايه؟ يعني انا تعالى نشوف الاس اف ده في الحاله دي المفروض عباره عن سيجما ماكسيموم، دي كده اللي هي السيجما ماكسيموم مضروبه في الفاكتور سيفتي اللي هو كام؟ 1.5. والسيجما ماكسيموم ده المفروض ان احنا نعوض عنه بكام؟ نروح لهنا سيجما ماكسيموم هنا وتشيل الاف وتخليها اف ماكسيموم، المفروض ان احنا عندنا 6 الاف ماكسيموم 10 اس 3 نيوتن والطول 8 من 10 متر، فده هضرب 10 اس 3. وهنا المفروض عندنا البيتا كعيب اللي احنا لسه ما نعرفهاش، الكلام ده هضربه في كام؟ 1.5. يبقى ده اللي هو الاس اف. في المعادله دي الان خلاص معاك اللي هي 10 اس 4، يبقى انت الان دي اللي هي 10 اس 4، اللي هو ده جيم في المساله. كده انت فاضل لك مين ومين؟ الاي والبي. وانت عشان تجيب الاي والبي الثوابت دول هتلاقي ان انت عندك هنا 8 من 10 اس التمت على اس اي. الاس التمت المفروض ان هو مدهولك جيفن في المساله 570. يبقى انت فاضل لك مين؟ الاس اي. يبقى انت في المسائل بتاعت الفتيك كلها هتحسب الاس اي كده كده. سواء اشتغلت في جودمان سواء اشتغلت في الريجن الثانيه لازم تحسب الاس اي. فانا هنا هبدا احسب الاس اي، فالمفروض ان الاس اي تساوي نوع الاستريس اللي في المساله بيندنج، صح؟ يبقى المفروض ان الاس اي هنا هيبقى عباره عن اس اي داش، وهنا عندنا الكي اي وهنا الكي بي والكي سي والكي دي والكي اي. طيب قيمه الاس اي داش دي المفروض ان احنا نحسبها ازاي؟ دلوقتي احنا عندنا في الحاله دي الماتيريال بتاعتك ستيل، صح؟ طب ستيل يبقى انت بتشتغل بالمعادله الاولى ولا الثانيه؟ احنا الاس التمت 570. تمام؟ يبقى احنا نص الاس التمت، يبقى ده المفروض ان هو نص في ال 570، يبقى انا كده جبت الايه؟ الاس اي داش. طيب بعد كده بالنسبه للثوابت
اجي مثلا اجيب الثابت اللي هو الـ KA، خلاص احنا عرفنا بيتحسب ازاي. طب في المساله هنا هدخل نوع السيرفيس فينش ايه؟ كان قال لي في المساله ان هو هوت رول، صح؟ يبقى انت هتروح في المعدل بتاع الهوت رول بتعرف تجيب الـ A والـ B بتوع بعض. ده مشكلة؟ طيب هنا الـ KB بقى احسبه ازاي؟ الـ KB هنا المفروض واحد ولا ليه قيمة؟ ساين فاكتور هو واحد امتى؟ الاكس. مسألة ريبندنج يبقى المفروض ليه قيمة. فأنا المفروض دلوقتي عندي مشكلتين. المشكلة الأولى إن هو أصلا الكروس سكشن مش دايرة، ده الكروس سكشن إيه؟ مستطيل. والحاجة الثانية إن أنا مش عارف الدايمنشن أصلا، يعني هو بيجي بدلالة الدايمنشن والدايمنشن مش مجهولة. في الحالة دي الناس لما تيجي تحل هنا في سكتين، في ناس بتريح دماغها وتفرض الكي بي بواحد، بس هترجع تعمل عليه تشيك وهتلاقيه غالبا بعيد عن الفرض اللي هو عامله. فيضطر ان هو يعيد الخطوات بتاعت التصميم بتاعته تاني. في ناس بتعمل ايه؟ تاخد الرقم اللي جابته من الديزاين بتاع الاستاتيك والرقم ده تستخدمه عشان تجيب كي بي، بس الكي بي ده هيكون مش هو الصح، هو قريب. وارجع بعد كده اعمل عليه تشيك مره ثانيه. فانا هنا طلعت مثلا البي هنا ب 28.5. فانا هنا هيجي لي قايل ايه؟ قايل انا هعمل فرض اسيوم ان البي دي المفروض ان هي تكون 28.5 مللي متر. تمام كده؟ طيب يبقى ده كده فرض. اي اسامبشن لازم تعمل ترجع تعمل عليه تشيك. بعد كده هقول طالما احنا جبناه كده يبقى انت كده بالنسبه لك ده لسه الكروس سكشن مش دايره، صح؟ يبقى انت لازم تكسب مين؟ دي اكويبمنت. والدي اكويبمنت ده عندك اللي هو 0.808 في البي في الاتش لكل ايه؟ كل نص، صح كده ولا ايه؟ تمام؟ والبي في الاتش ده المفروض ان انت عندك الطول قد العرض، يبقى الكلام ده اللي هو البي سكوير. والبي دي تعوض بالبي اللي انت فرضتها هنا، يبقى انت طلعت قيمه للدي اكويبمنت. وخد بقى القيمه بتاعت الدي اكويبمنت دي واحسب بيها الدي بي. خلاص يعني مثلا الدي اكويبمنت اللي انت طلعتها مثلا 13 مللي مثلا، خد ال 13 وروح للمعدلتين اللي في الاول واحسب الدي بي. خد بالك الدي بي اللي انت جبتها دي تعتبر ايه؟ اسامبشن. يعني دي كده فرض المفروض ان انت ترجع تعمل عليها تشيك مره ثانيه. كده خلصنا القصه بتاعت الكي بي. تمام كده؟ بعد كده هنروح بعد الكي بي هجيب الكي سي اللي هو الريلاتيف فاكتور. فهو كان بيقول لي في المساله الريلاتيف كام؟ ب 50%. 50% يعني الكي سي تطلع بواحد من عندك في كده. والستريس كونسنتريشن قال لك اهمله، يبقى الكي بي بواحد. وما اداناش اي تمبريتشر، يبقى الكي بي برضه بواحد. يبقى احنا كده المفروض ان احنا عملنا ايه؟ طلعنا الفاكتورز اللي موجود عندنا. طيب بعد ما خلصت الكلام ده المفروض ان احنا نحسب مين؟ الاس اي. اروح اجيب الاس اي. طيب بعد ما جبت الاس اي دي تعرف تحسب الاي وتعرف تحسب البي، صح كده؟ يبقى انا خلاص اقدر احسب الاي دي واقدر احسب الاي البي دي. يبقى انا بالنسبه لي في المعادله بتاعت الاس اف في الان تو باور اي الكلام ده بي 7/10 تو باور بي. انا هاجي جاي على الكالكوليتر المفروض ان احنا الان دي 10 اس 4 الاي دي بعد ما جبت الاس اي بقت كلها معانا والبي دي بقت كلها معانا، فانت تعرف تحسب مين؟ والاس اف مين المجهول اللي فيه؟ البي. مش احنا الاس اف بيساوي الكلام ده في بي اهو، فالاس اف اللي انت هتطلعه من هنا ساويه بالرقم اللي احنا كتبناه فوق اللي هو 6 ب 10 اس 3 الكلام ده على بيتا كاين. يبقى انت من هنا طلعت القيمه للايه؟ طلعت القيمه للبي. طبعا القيمه اللي انت طلعتها للبي لازم تعمل بيها ايه؟ تشيك. طب التشيك اللي انا هعمله ايه؟ اولا البي اللي انت هتطلعها من هنا هتلاقيها قريبه قوي من الرقم اللي انت فرضته ده. فطالما قريبه من الرقم ده خلاص ما تعملش تشيك، قول انت الرقم ده قريب من البي اللي انا فرضتها فخلاص، يبقى انا ايه؟ هاخد اي واحده فيهم. يعني تلاقي مثلا تلاقيها تطلع 28.4 من 10 و 28.5 فاختار ايه؟ اختار الكبير. تمام؟ يعني مثلا انت لما تقسم البي هنا دي هتطلع هنا مثلا 28.4 من 10 مللي. طيب ال 28.4 مش قريب من اللي انت كنت فرضه؟ قريب ولا مش قريب؟ قريب، يبقى خلاص، يبقى انت كده التشيك صح بالنسبه لك. يبقى انا في الاخر خالص اخد الدايمنشن الكبير يبقى البي مثلا 28.5 او 29 مللي متر. يبقى ده كده بالنسبه لك الحد بتاع الايه؟ الحد بتاع الايه؟ كان ده في مشكله؟ طب افرض حسبت طالع الرقم ده بعيد بقى. لو الرقم ده طلع بعيد يبقى الفرض بتاعك هنا غلط في حته الكي بي. يبقى ساعتها تاخد الرقم اللي انت جبته وترجع تعيد بيه بقى من الاول. يبقى تفضل ماشي في ايه؟ في لوب لحد في الاخر ما تلحق معاك. تمام؟ فاهم حاجه؟ بس احنا طبعا يعني تاني دلوقتي مثلا البي دي
طلعت 28.4 وانا فارق 28.5 قريب اهو. طب افرض حسبت البي دي مثلا، طلعت البي دي مثلا ب 38 او 36 كده الدنيا بعيده، 36 من 28.5 بعيد. اجي واخد ال 36 هنا احط البي ب 36 واجيب الدي ايكوفلنت والكي بي جديده واحسب اس اي جديده واس اف جديده، ومن الاس اف اطلع بي جديده لحد الرقمين يبقوا قريبين من بعض. واحنا هنا في المساله طلعت الاثنين قريبين من بعض من اول ايه؟ من اول فرق. عموما في الامتحان يعني غالبا في الامتحانات يعني مش بيدخلنا في القصه دي، تمام؟ عشان غالبا لو الامتحانات يعني بنسبه كبيره بتبقى اكس كيو فمش هيدخلك في حته الايه؟ الفرضيات، تمام؟ هو بيقول ايه؟ لو حتى لو جاب لك القطر مجهول فبيديك السايز فاكتور تشتغل ايه؟ تشتغل ايه؟ طيب الكلام ده في مشكله؟ حد فاهم حاجه؟